من اخترع لي هي القضية ما بعرف، غش وتدليس. لا، والقاضي عزراء بإبرة وخيط، هي اسمها فضيحة، فضيحة. بس على فكرة ياسر أسقط حقه، لولا هيك كنتي انسجنتي. أنا اللي مجنني إنه شلون انكشفت. في كتير بنات بيعملوها أكتر من مرة وما حدا بيدرى، إلا أنا حظي مسخن. بس المهم منيح أهلي ما عرفوا. وأنتي ما رح تقولي لحدا مو؟ أنا هون محاميتك مالي صديقتك. بعدين تعي لهون، أنتي شلون قدرتي تخبي علينا؟ على أساس نحن رفقاتك وما في ولا حدا بحياتك. بعدين كيف وشلون وإمتى؟ يخرب بيتك مأواكي. بس رح أخبر شان. شو؟ حبيته وطلع ندل شو ساوي؟ قال تزوجت لأنستر وهي كشفني. مشكلة، انتي بلشتي حياتك بكذبة، كذبة كبيرة. هي أنا صار عمري 29 سنة ما عندي ولا علاقة، ما بخلي ولا رجال يلمسني قبل الزواج، لأنه نحن بنجتمع شرقي. اصحي ليال، اصحي. شرقي؟ يا خوفي انتي تقضي لي عمرك هيك عايشة على المسلسلات التركية والأحلام السخيفة تبعي. ديما، أنا سافرت على بيروت ورجعت وأنت لسه على الفيسبوك. تعي تعي شوفي، عم ساوي جروب لتحسين النقل العام. لك شو بشان النقل العام وأنت راكب سيارة حق ملايين؟ والله الجروب عم يكبر كتير. ها؟ إي ما قلتي لي شو عملتي ببيروت؟ شوية كريمات عتنظيف بشرة. وقديش حطيتي؟